يو جيمرز، السلام عليكم. فيديو جديد مع الكينج اوف ذا رينج. فيديو اليوم باش يكون ريفيو المونيتور الايسوس في اي 24 اتش اي اتش اف. اسامي المونيتور كالعاده. ليتس جو. ما تنسوش كالعاده لايك شير سبسكرايب الاجهزة مجال الهاردوير جيمنج فيسبوك انستغرام ديسكورد تيك توك في الديسكريبسيون، ونعملوا لايف كل نهار سبت ولا احد نجاوبوا في على الاسئله نتاعكم. وعندنا جمعتين ما عملناش لايف. anyway اغلبكم يعرف اللي المونيتور نتاعي القديم متكسر، اللي هو الام اس اي 24 بوس 75 هرتز اي بي اس بانل. كل وقتها كشريته في 2022 شريته ب 440 دينار، وقتها كان اسهم المونيتور غاليين. كونتر تو جبت مونيتور احسن من ناحيه المواصفات، نفس الحجم، قيمه زي اخير، وبسعر ارخص. المونيتور اللي هو الايسوس شريته من 60 زيانات ب 369 دينار، مع الشحن 7000 8000 تقريبا. anyway تكلف خربت 380 دينار. مواصفات 1 ملي سكند ام بي ار تي، ريفرش ريت 100 هرتز، اي بي اس بانل 24 بوس تقريبا، والاتش دي ريزولوشن، ويدعم الادابتيف سينك. هذه احسن خاصيه موجوده فيه تقريبا. طبعا فيه بعض المزايا الاخرى باش نجو عليها. المونيتور هو اللي قاعدين نشوف فيه في الباك جراوند في الوقت الحالي، معروض فيه تريلر نتاع فيلم افاتار، بعض فيديوهات التست نتاع الكولر باش نبين لكم اللي الكواليتي نتاع الكولر في ولا الاي بي اس بانل تحفونا على الاخر، وتشوفوا ديجا من الباك جراوند نجموا تاخذوا فكره. نمشوا للان بوكسينج، شنو الحاجات اللي باش تحصلوها فيها. بوكس باش تحصلوا فيه طبعا السيبور، والسيبور مقسوم على قطعتين، عندكم كابل باور وكابل اتش دي ام اي بحكم فيها بور اتش دي ام اي. هذه برمي الحاجات اللي هيش محبذة في المونيتور، مستحسن ديما يكون فيها اكثر من بور. بعد نظرا لسعرها اوكي، لو كانت من الامساي كان يكون معاه بور في جي اي، بات نو بروبلم. كان تركزوا في حاجه في السيبور نتاع المونيتور، فارغه بلاستيك فارغ. هذه الحاجه العيب الوحيد تقريبا في المونيتور، السيبور خفيف برشا. وكان تلاحظوا في اخر لحظه المونيتور قاعده تتفبري، حطيتها طبعا على الطاوله بلاستيك وجربت قل مجموعة الطاوله، ما عادش نجم تلعب، ما عادش نجم تستعملها. الحل الامثل ان لو كانت الطاوله نتاعك طبعا لوح ورزينه وستابل، ما تصورش تواجه معها المشكله هذه. لو كانت تستعمل في طاوله خفيفه وفيها برشا مجموعة باش تلاحظ فيها برشا فيبراسيون يفدد، السيبور نتاعها فارغه بلاستيك فاضي. في الحالة هذه نصيحة انك يا تشوف كيفاش ترزنها، تعبيها، ترجيها بسيليكون اكثر، ولا تفيسها اصلا في الطاولة اذا الطاولة نتاعك لوح وعادي ما. الحل اللي استعملته انا بحكم كونه نفس المونيتور، الابعاد نتاع المونيتور نفس الديزاين، كل شيء ايدونتيك للمونيتور القديم الامازاي. هذه نرجع المعلومة اللي نقول لكم راهو اغلب المونيتور في الفئات السعريه، وعلاش كثر ولا رخاص، خاطر اغلبهم ولا يتصنعوا من عند مصنعين معنا موحدين تقريبا، يصنعوا للشركات الكل ولا يركبوا للشركات الكل، خاطر ولا يشروا في نفس البانل من شركه معروفه اسمها باندا، شركه صينيه مختصه في صناعه البانلز، ايسوس، ام اس اي، جيجا بايت، كل ريد دراجون، كل يشروا منها هي، وهي توفر لك خامات مختلفه في البانلز في كل فئه سعريه. الاختلاف بين الشركات شنو هو؟ التاك وتوظيف البانل هكا، ولا الشركه اللي تنجم تخرج احسن جودة من البانل ما غير ما تضر البانل ولا تأثر على البيكسلز اللي فيه. اللي شفنا برشا مونيتورات سعرية هذه يصيروا فيه مشاكل سيرتو في الهاي ريفرش ريت. نجو للمميزات نتاع المونيتور ولا اعدادات المونيتور باختصار. عندكم البرايتنس، الكونتراست، الساتوريشن، الكولر، هذم حاجات نجمو تخلوهم كما هم، تنجموا تلعبوا فيهم شوي وتشوفوا شنو يفرق معاك. عندكم بروفايلات حاضرين يختلفوا من ناحية الكولر، البرايتنس، الكونتراست، حسب المحتوى اللي باش تستعمل، معناها باش تتفرج فيه ولا باش تلعب ولا شنو باش تعمل بالضبط. عندكم التياتر مود مخصص لمشاهدة الافلام ولا الانمي ولا anyway. عندكم الجيم مود، اكيد الجيم مود هي المود المفضل عندي وهو المود اللي مستعمل في اغلب الوقت. والمود الثاني اللي يعجبني فيها اللي هو الريدنج مود. اغلب الوقت كي مانيش باش نلعب نستعمل ريدنج مود، سيرتو كي باش نتصفح ولا باش نخدم، على خاطر نستعمل برشا بي سي في الورك سيرتو المده الاخرى، يعاون برشا ما يقلقش العيون، تولي اقل ما تحسش برشا قلق، على خاطر ينقص في البلو لايت ويرتح العين ويطيح في البرايتنس للصفر، يخليك تنجم تستعملها في الورك ولا في الريدنج بصفه عامه. ثالث حاجه واهم حاجه هي الادابتيف سينك بالنسبه للجيمر، اوبليغاتوار تكتيفيها، سهله ايزي تكتيفيها باش تقص لك حاجات اخرين، بات تاثرش وتحسن لك تجربه في اللعب نوعا ما. واخر حاجه في السيتنج طبعا مانيش ما تعمقتش برشا فيهم، بات اخر حاجه اللي هي الاختصارات. الاختصارات عندك زوز اختصارات نجم تحط فيهم المودات اللي حاجتك بيهم. طبعا المود اللي حطيته نتاع الجيم بلس الاختصار الاول، وتاكسي دي معناها جيست نزله على البوتون، فيه 5 بوتون المونيتور، المشكله فيهم ما عليهم حتى سيجل، معناها مد ايدك وانزل ليل تخطف، لا
لاكثر الاقل ما مصور عليهم شيء البطونات ولا مكتوب عليهم شيء. الجيم بلاس اللي فيه حاجتين اللي هما الاف بي اس جربتهم حكايه الاف بي اس تخرج لك الريفرش ريت، والحاجه الثانيه الكروس اير تعاون برشا في الشوتر جيم. الكروس اير سيرتو العباد اللي ايم تاعها مش طياره تعاونهم ولا تسهل لهم المهمه، سيرتو كي مثال تلعب سنايبر وماكش عامل سكوب، مثال تجري ماكش عامل سكوب وغصرك حتى ترك عندك الكروس اير يعاونك باش تايمي عليه. هذه برمي الحاجات تحفونها. الكروس اير طبعا ما يخرج لكش في الفيديو على خاطر هو حاجه تابعه ليكم، بار اكزومبل تريكوردي الجيم بلاي مش باش يخرج لك، تروح حاجه تابعه ليك جيست باش يعطيك الكروس اير في قلب المونيتور بالضبط، معاش يتنحى حتى على البيرو، يبقى جيست نزله على واحده من البطونات الايشاب بعد فرزها بعدها ناهي يتنحى الكروس اير. باختصار شديد هذا هم الحاجات اللي تنجموا تعملوهم في الاعدادات، ما فيهاش برشا تعقيد، ايزي 100 فريم بالنسبه لي يعني شخصيا تجربتي. كنت نجم نجيب مونيتور اقوى بريفرش ريت اعلى، بات يعني بحكم اصلا ما عادش نلعب المده الاخيره جمله نلعب في رولر شامبيون، كان تعرفوها الجيم ضربات خفاف رولر شامبيون، كان نحيبها الستريس ساعات ضربات فاينل ذا فاينل واكس ديفينت نهار لحد، بحكم نهار لحد تكون جي نلعب اكس ديفينت الجايله تبدا البينك مريجل والستابل نلعب ضربات اكس ديفينت، ولا ساعات شويه فالورانت ولا ما عادش واحد ما عادش لاقي وقت حتى ستوري جيم ما عادش لاقي لهم وقت. ولا هذا من الحاجات اللي خلوني نشري مونيتور 100 هرتز بسعر اقل، يكون اي بي اس باش يعاوني في الايديتنج و 24 بوس الحجم المناسب بالنسبه للسيت اب نتاعي حكم البعد نتاعي على المونيتور. هذو من الحاجات اللي خلوني نختار المونيتور هذا. نخليكم مع بعض طبعا تجربتي المتواضعه له في الجيمنج البريود الاخر، لان تو المونيتور شريته بعد العيد بنهارين تقريبا ولا 3 ايام وصلني، نسيت حتى قداش عندها العيد تو تقريبا في اول اوت ولا اخر جويلي حاجه كيما هيك. anyway تجربه ممتازه جدا، فرج افلام في انمي تحفونه زاد الكولر نتاعها طياره. خليكم مع بعض الالعاب اللي جربتهم وصورتهم، عندكم ذا فاينل كالعاده جلد تبعكم على سنايبر. تعاون برشا باهي عندكم. هذا الجيم بلاي الباتل فيلد اونلاين، باتل فيلد 4 اونلاين طبعا تنجموا تلعبوها فري اونلاين، فما طرق ملتوية تنجموا بها تلعبوها فري اونلاين. مازال السيرفرات نتاعها يخدموا بوجه ممتاز، ورات سيرتو الماب هذا اللي فيها الطيارات والدبابات ماب تحفون. واخر حاجه هذه هنا في الفيديو ولا العباد اللي تكونسومي محتوى برشا، عندكم الفيديو هذا حطيته من اليوتيوب، فيديو طوكيو باي نايت. طوكيو باي نايت معروفه بالطوكيو باي نايت، معروفه برشا بالليكرونات نتاع الاشارات اللي موجودين في الستريت، يعطوك فيها منظر طياره كما تشوفوا حاجه اوبا. وهذا جيم بلاي اخر من باتل فيلد، طور القصه شيء جرافيك كولرز قاعد الجو نتاع الالعاب الاوفلاين. That's
هيدسيت تجربة ممتازة، مونيتور تحفون طبعا، فما مونيتور هبطوا بعدها خل منها في السعر تقريبا بنفس المواصفات. شفت كعبتين منها مساي، حكيت واحدة حكيت عليها في الفيديو الاخر بتاع المونيتور، واحد زي ما حبتش عليها النكست فيديو مش نشوفه شنو هبط مونيتور. فيديو بيج ثانكس اند بيس.